نعلل بالدواء إذا مرضنا، فهل يشفي من الموت الدواء؟ ونختار الطبيب، فهل طبيب يؤخر ما يقدمه القضاء؟ يا نفس توب فإن الموت قد حان، وعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. الموت حقيقة تتربص بالجميع، لا مفر منها ولا هروب، وفيه يفقد الشخص التواصل مع من يحب، وبسبب فقدان الأحبة فإن العاطفة تظهر صادقة في القول والتصرفات. وفيه قال الشعراء جميل القصائد التي تعبر عن مشاعرهم بصدق وألم واضحين. يا جامع المال في الدنيا لوارثه، هل أنت بالمال قبل الموت منتفع؟ قدم لنفسك قبل الموت في مهل، فإن حظك بعد الموت منقطع. لابد من موت ففكر واعتبر، وانظر لنفسك وانتبه يا ناعس. عملا بحديث رسولنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، بلغوا عني ولو آية، فعلى كل مسلم بدون استثناء أن يبادر إلى الدعوة بما تحصل له من العلوم، ولو كان ذلك قليلا، وليحذر نفسه كل الحذر أن يوقع بها في الشرك والرياء وغيرها من محبطات الأعمال. ولذلك اخترت لك اليوم أيها المشاهد العزيز بعض الآيات من الذكر الحكيم لنتعظ بها سويا في هذا المقام، ونذكر الموت والقيامة وأهوالها. فقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لا أقسم بيوم القيامة ولا
أقاسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. يا أيها الإنسان، أنا وأنت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إن هذا القرآن ينتفع بنظراته من هو حي القلب مستنير البصيرة، فهو رحمة للمؤمن وحجة على الكافر، لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ختاما أقول، يا نفس توب فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. وأتلو الآية التي تعتبر من آيات القرآن الجميلة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.